ممكن يكون دولة ومش ده هيبقى التاني يعني. ايوه هو ده اخر واحد. تلاحظ هنا في المحتوى التدريبي احنا عملنا ايه؟ نيجي مثلا هنا في اليوم التاني على سبيل المثال، اليوم التاني حطينا الكونتنت للطالب، دي الاستراتيجية اللي احنا اتبعناها. احنا استخدمنا استراتيجية معينة في تقديم هذا الكونتنت للمتعلم. شوف بقى الاجنده، اجنده اليوم التدريبي ده او اليوم التعليمي او اليوم الدراسي او الاسبوع زي ما تسميه بقى، مزدحمه. في مقدمه، في موضوع واحد، في اختبار قصير، في موضوع تاني، في اختبار قصير، موضوع ثالث، في نشاط، في اختبارات قصيره، موضوع رابع، موضوع خامس، مناقشات وملخص وموال كبير. تعال هنا بقى في المقدمه هنا عن المواطنه الرقميه مثلا، هنا قعدنا هنا عن مقدمة عن المواطنة. تعال نشوف كده. المواطنة الرقمية. طبعا دي ده فيديو، ده فيديو في البداية بيجي المفروض بيعرض بعض النقاط الرئيسية. أنا عندي طبعا فيديو تاني مذكور في الأهداف، بس أنا قلت أشغل ده بشكل مبدئي الأول عشان ده أول فيديو عملناه، ده الأول فيديو اللي إحنا بنعرضه ده. أنا بتكلم ليه في موضوع الفيديو هنا؟ عشان بس ما يكونش حد فصل مني أو نسى. بنتكلم هنا في صياغه الاهداف التعليميه، وكنت اتكلمت عن الشروط اللي هي السمارت، وانتقلت من الشروط السمارت واتكلمت عن توجيهات تساعد على انشاء الاهداف التعليميه، واتكلمت عن مستويات بلوم، وخرجت من الموضوع ده كله وقلت لك ان انا كمان عندي طرق متعدده ممكن انا اعرض من خلالها الاهداف وشارك من خلالها الاهداف مع المتعلمين، ممكن تكون اكثر جذبا للانتباه. منها قلت الصياغه، واتكلمت هي كانت رقم ثلاثه الصياغه بس انا اخذتهم من تحت لفوق، وقلت رقم اثنين الفيديو. سرق محتوى قدمته في هنا هنا برضو للتنمر قاطئة أشخاص آخرين، ترى دي سلوكات مقدمه، بعض الفنون طبعا دي غرس القيم مقدمه الوطنية. يعني مش من استاذ الماده، دي جاهزه. فبنتكلم هنا عن الاهداف بتاعتنا، هناخد ايه ونشتغل ازاي وكده. فطبعا دي عاملها مذيع تمام. القانون الرقمي 4 حقوق الملكية الفكرية 5 فانا هنا بحاول اقرب من المتعلم، بدل ما اكتب له الاهداف في شكل مساق كده، لا قدمت له من خلال فيديو تمام. تعال نشوف الموضوع الاول. الموضوع الاول فيه اهداف طبعا. كل الشركات في السعودية كبيرة أو حتى صغيرة. أهلا ومرحبا بكم هنا أعزائي المتدربين في فيديو جديد عن المواطنة والمواطن في بعضها. حدثوا كل هو بيحدد المواضيع الرئيسية من أمور حياتهم، بيتكلم قرارات آمنة ومسؤولة. بيتكلم عن المواضيع الرئيسية طبعا. ده عندنا ده دخل في الموضوع الأول على طول، هو بيتكلم والأهداف هنا متصاغة على الجنب. فأنا عندي بقى طريقة تانية برضو اتبعتها في الفيديوهات اللي بنقدمها للطالب في الاول. قد يكون الفيديو اللي وريته لكم ده مرتبط اكتر بمحتوى، ولكن انا عندي هنا مثلا في التدريب ده الفيديو اللي موجود في اليوم الثاني في المحتوى التدريبي. فعندنا هنا فيديو في اليوم الثاني مثلا، الفيديو هنا المفروض ده مش عارف بقى هيشتغل معانا ولا. هنا بنتكلم اساسيات تصميم خبرات التعلم والتدريب الالكتروني المواطنه الرقميه برضو تمام. هنا نفس الدكتور بس بلبس تاني، هو الدكتور ده الدكتور سعد المطيري وكيل العماده عندنا، سعاده الوكيل. فطبعا هو بيدعم جدا الطريقه بتاعتنا، و بيسجل معانا فيديوهات في الاستديو تخدم كل المقررات. احنا عندنا توجه ان يجب ان تكون حتى لو خبير المحتوى شخص مختلف، بيبقى في حد من العمادة هوية السعودية لازم تكون ظاهرة وبارزة في المقرر من خلال الفيديو التعريفي الاول اللي في البدايات، عشان برضو ده ان الطلبة هنا الشخصية اللي بتقابلها بتنقل لها الأهداف بشكل جيد. ثم بعد كده بنتطرق لخبير المحتوى بيتكلم في المواضيع العلمية الخاصة بيه. دي استراتيجية بنتبعها. مرحبا بكم أعزائي المتدربين دكتور سعد في الترحيب المطيري باليوم الثاني من التدريب، وهو بعنوان أساس. الدكتور هنا ذكر العنوان
تحديات تصميم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني المواطنة الرقمية، والذي نتناول فيه مفهوم المواطنة. الدكتور هنا بيعدد المواضيع الآن، يعني بيعدد الرقمية، مراحل تكوين أهداف الموضوعات الرئيسية باليوم التدريبي الثاني. الموضوع الأول بعنوان مفهوم المواطنة الرقمية، وبنهاية التدريب على الموضوع الأول سوف تكون قادراً على أن تذكر مفهوم المواطنة. أخذت بالكم الدكتور سعد المطيري بيتكلم إزاي؟ بيصيغ الهدف التعليمي في نهاية هذا الموضوع أن تكون قادراً على أن إنك تقدر تذكر تعريف مفهوم المواطنة الرقمية. طب اسمعوا بقى وهو بيقول الهدف الثاني، يعني هنا في أهداف وأن تعدد الأدوات والمصادر. تعدد الأدوات والمصادر. الدكتور بقى هنا بنختصر شوية لأن ده فيديو مختلف عن شكل الصياغة، فالأهداف التعليمية هنا في الاستراتيجية المتبعة إن إحنا خلينا يعني السيناريو اللي سعادة الوكيل بيرقيه مش معتمد فقط على الصياغة المكتوبة، ده إحنا عملنا حوار هنا وجبنا سكريبت والدكتور سعد المطيري قاعد قدام الكاميرا في الاستديو داخل العمادة وصورنا إنه هو بيلقي الأهداف على الطالب، الأهداف كده الطالب هيستمع إليها. اسمع تاني، شوفوا طريقة إلقائه للأهداف دي، طريقة للتحفيز الرقمية التي يستخدمها المواطن الرقمي للتفاعل مع غيره، وأن تذكر الجوانب التي ينبغي مراعاتها. إزاي؟ أن يعرف، أن يعدد، أن يذكر. شوف الأفعال السلوكية اللي الدكتور سعد المطيري بيقولها للطلاب في البداية عند استخدام الأدوات والمصادر الرقمية. الموضوع الثاني بعنوان مراحل تكوين المواطنة الرقمية، وبنهاية التدريب على الموضوع الثاني سوف تكون قادراً على أن تذكر. أخذت بالكم بنهاية الموضوع، بنهاية التدريب على الموضوع الثاني سوف تكون قادراً على أن تذكر. الدكتور هنا ملتزم بصياغة المعايير المكتوبة ولكن السكريبت الفيديو مختلف، فاحنا عندنا بالفعل، احنا ما بقولكش كلام نظري ما بنطبقوش. تعال نرجع بقى للبرزنتيشن عشان بس تتأكد، هنا في فيديوهات تانية ولكن هنا بقى مش مرتبطة بقى بالدكتور سعد. الدكتور قدم، فبيجي بقى خبير محتوى اللي هو صاحب المادة بيتكلم بقى، مش عارف بس هنا الفيديو بيتعب. دي اليوم الثاني اساسيات التصميم، هنا الدكتوره تامر، اسمها هي تقريبا دكتوره هناء، انا يعني بس مش عارف الفيديو ضعيف من السيرفر. يعني انا اللي عايز اقوله ان الدكتور سعد المطيري ذكر الاهداف بشكل جمالي قادر على تحفيز المتعلم. اجى بقى خبير المحتوى بعديه، ابدا في الاستراتيجيه بتاعتنا تعلم هنا ذاتي. مش عارف بقى الفيديو ده ايه، يعني شويه بطيء، ممكن ان احنا نخرج من هذا اليوم التدريبي لان هدفي كنت اعرض عليكم المحتوى والاستراتيجيه التدريسيه اللي احنا استخدمناها في اليوم الثاني. تعال هنا في اليوم الرابع مثلا، اليوم الرابع، بلاش اليوم الرابع، تعال نهرب كده بعيد كده لليوم الخاص بالانشطه، اليوم السابع. اليوم السابع هنا، ها ده اليوم السابع نفس الكلام، هتلاقي هنا الدكتور سعد المطيري نفس الكلام بيقدم لو هو موجود، طبعا هو بس الفيديوهات تقيلة حبتين، وهنا خبير المحتوى نفس الكلام. فهنا استعراض بقى النص الصوتي، يعني هو شوية تقيل، مش عارف انا الفيديو شوية يمكن من نت يمكن من اي حاجة، في فيديو اشتغل فيديو ما اشتغلش، يمكن عشان تعدد الفيديوهات، ولكن هو الهدف هنا ان انا عندي هنا فيديو في المقدمة واستعراض النص الصوتي بتاعه، ده الكلام اللي الدكتور بيقوله، الدكتور سعد المطيري بيقوله مكتوب هنا في ملف نصي اهو. يقرا ترحيب، اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتدربين في الفيديو الترحيبي اللي مش عارف اليوم السابع هنتكلم فيه عن الانشطه بالشكل ده. ده الكلام اللي الدكتور بيقوله نصا، وهتتعرف في الموضوع الاول كده، وبنهايه التدريب على الموضوع الاول سوف تقدر على ان تعرف، تحدد، تصنف، والعمليه شغاله بقى. فهنا ده الكلام اللي بيقوله الدكتور سعد. هنا بقى الخبير المحتوى بيجي يتكلم في الموضوع الاول، ده موضوع تعقيد النص، وعشان الفيديو معطلني فانا قلت اقول لك اللي موجود جوه. هنا بقى بيتكلم بيذكر الاهداف في الاول، بعد كده بيتكلم في المحتوى بتاعه بقى بيشرحه.